ومن هناك انضم إلينا هاتفيا الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي. أهلا بك يا دكتور هادي. أهلا وسهلا أخي العزيز. أهلا بك. ربما استقبال حافل ومظاهر استقبال كبيرة للوفود المشاركة، المملكة العربية السعودية رئيس هذه القمة. برأيك دكتور هادي، أبرز الملفات التي تود المملكة طرحها على طاولة النقاش أمام الزعماء والقادة العرب؟ شكرا لكم مرة أخرى أخي العزيز. وكما أشرتم، ظهران تستضيف القمة العربية 29 في ظرف بالغ الأهمية وتحت قبل الأمة العربية مخاطر وتحديات، وتتطلب أن يكون القادة على قدر التحدي وأن ترتقي مباحثاتهم ومفاوضاتهم إلى مستوى الحدث. والمملكة العربية السعودية هيئت سبل وحرصة أن تكون هذه القمة قمة تعاون، قمة تعاضد لتجاوز التحديات والخلافات الثانوية، وتركيز الجهود على وضع حلول جذرية للقضايا الرئيسية يعني في المشتركات تلغي المتناكرات حال وجدنا النيات الصادقة بإذن الله، والتوظيف الأمثل للعلاقات بكل التفاصيل. الأحداث العاصفة التي تمر بها طبعا الأمة العربية، بدءا من القضية الفلسطينية وقضية القدس، وأيضا مرورا بالأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا، ويعني تزهق الأرواح للأسف مئات المدنيين على يد يعني النظام السوري، وأيضا الأزمة اليمنية واستمرار الحالة الميليشيات السعودية. نعم، أسمعك بوضوح دكتور هادي، تفضل. موضوع الإرهاب، وموضوع الإرهاب أيضا أهمية مواجهة الإرهاب بكل صورة وبكل فئات. أنا أعتقد هذه أهم الملفات التي يعني ستشهد حوار، ونتطلع دائما وأبدا أن تكون القمة العربية وخاصة هذه المرحلة والمملكة تستضيفها أن يكون مخرجاتها على قدر تطلعات وآمال يعني المواطن العربي بإذن الله. ماذا عن التدخلات الإقليمية وأيضا الدولية في البلاد العربية دكتور هادي؟ أحسنت. أنا يعني لم أشير لهذا الجانب، وهو يعني من الملفات المهمة بشكل أو بآخر، ونعرف ونتابع بقلق دائم ومستمر، والتدخلات الإيرانية بالتسمية الصريحة في سيادة كثير من الدول، والتدخل في بداية، ولن أدخل في تفاصيل، لكن ما يحدث في سوريا، ما يحدث في اليمن، هو امتدادا لهذه التدخلات للأسف، التي أنا في اعتقادي أن القمة العربية ستوليها اهتمام كبير، والخروج بتعاون وبروح يعني اللغة الواحدة الاهتمام الواحد لتعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة مثل هذه للأسف التدخلات. وأنا أعتبرها في صورة من صور الإرهاب الحديث، التدخل في البلاد العربية. نعم. فيما يخص إيران بالتحديد دكتور هادي، هل تتوقع بيانا ختاميا يدين ويشجب ويستنكر، أم ربما الذهاب لما هو أبعد من ذلك؟ أنا متفائل كثير في التوافق العربي والاقتناع العربي والوصول إلى قناعة تامة عربية بأنه بالفعل أصبحت التدخلات العربية تمثل الشرخ في الأمن القومي العربي، ولذلك أنا أعتقد أن ستخرج القمة بقناعة مشتركة وبرؤية مشتركة وبيان مشترك على الأقل في مواجهة هذه التدخلات، وأنا أعتقد أنه سيتبع خطوات دولية مع دكتور هادي، هل تستمع لي بوضوح؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.